انتشر العديد من المزاعم والأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة عن انفصال العروسة صاحبة واقعة رقص العريس مع الراقصة في حفل زفافهم، وتساءل الكثير عن تفاصيل الواقعة. وتداول رواد منصات السوشيال ميديا مقطع فيديو لعريس ليلة زفافة وهو يرقص مع الراقصة في الفرح، وهو من الأمور العادية في الأفراح، ولكن المثير للجدل هو طريقة رقص العريس الذي ظهر كمدرب للرقص من الدرجة الأولى، حتى أنه أحرج العروسة وقام بتقديم وصلة رقص بشكل غريب ومثير أمام الراقصة في فرحهم. جاءت البداية عندما ظهرت الراقصة في الفرح والتي كانت تمسك إيد العروسة والعريس كعادة الأفراح وتقوم بالرقص معهم بالشكل المعتاد، إلا أن المفاجأة كانت في فقرة الرقص الشرقي حيث انطلق العريس وبدأ ينافس الراقصة. وظهر العريس في الفيديو كمدرب رقص يعلم الراقصة طريقة الرقص، حيث قام العريس بتأدية كل الحركات الخاصة بالرقص الشرقي حتى أنه تفوق على الراقصة والتي شعرت بالإحراج الشديد من تصرف العريس، والذي خطف أنظار المعازيم منها. كما تفاجأت العروسة بطريقة رقصه الغريبة والتي شعرت بعدم احترام العريس لوجودها. وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، ظهرت العديد من المزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بأن العروسة طلبت الطلاق من العريس في نفس يوم الفرح، وادعى متداولي مقاطع الفيديو أن العروسة شعرت بالصدمة من تصرف العريس، لا سيما بعد تجاهل العريس لها وتركيزه مع الراقصة، علاوة على شعورها بالإحراج والانتقادات التي وجهت لها بسبب تصرف ذلك. طلبت الطلاق بعد انتهاء الفرح فورا ولم تنتظر حتى الذهاب إلى عش الزوجية، بل ذهبت إلى منزل أهلها. ولكن الحقيقة أن العروسة لم تطلب الطلاق، بل بالعكس شعرت بالفرحة من تصرف عريسها، وأكدت أن تصرف عريسها بسبب فرحته الشديدة بحسب تعليقات عدد من المتابعين الذين زعموا حضورهم الفرح.